أفاد إعلام النظام السوري بوقوع هجوم صاروخي إسرائيلي أدى إلى إصابة 2 من المدنيين، مضيفا أن الهجوم استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس. من جهته كشف المرصد السوري أن المداجن المستهدفة كانت تستخدمها ميليشيات حزب الله لأغراض عسكرية ومدنية، وأوضح أن المستودعات التي استهدفت لا تستخدم لتخزين السلاح لاستخدامها داخل الأراضي السورية، وإنما ليتم نقلها إلى لبنان.